نشر النجم المصري محمد رمضان الملقب بالبرنس صورا له أقرب إلى الاستعراض مع النجم العالمي اليمني الملاكم نسيم حميد، وعلق على ذلك بقوله: يوم رائع أمس مع أسطورة الملاكمة اليمني العالمي نسيم حميد وأولاده الأبطال آدم وسامي، ويبدو أن اللقاء كان في مدينة دبي، وكانت هناك ترتيبات لعمل فني يجسد شخصية نسيم ومشواره في عالم الملاكمة منذ كان صغيراً.